مع نهاية الأسبوع أكيد بدي أحييكم مشاهدينا، وبعرف بلشتوا تحضروا يمكن هيدي من أواخر ويك أندات الصيفية، لأنه الاستحقاقات بتبلش خصوصا المدارس بالأسبوع المقبل. في البعض منها بلش، ولكن رسميا دايما ب 24 أيلول بيكون انطلقت كل المدارس بكل طبعا أقسامها. نحن اللي بدنا نتمناه للكل أكيد تكون سنة جيدة. ومع المعلومة بنبلش حلقتنا. هيئة أوجيرو أعلنت وببيان صدر عنها أنه بتاريخ 18/9/2019 تم إلقاء القبض على ميمي مقاف من قبل فصيلة المصيطبة بسبب انتحاله صفة موظف في هيئة أوجيرو، بحيث كان يطلب من المواطنين مبلغ مالي لكل شقة لقاء وصلة بشبكة الألياف الضوئية، وعليه فالهيئة بتتقدم بشكوى قضائية ضد الشخص المذكور. وبالتالي ذكرت الهيئة المواطنين بأن ما بتتقاضى أي بدل مادي مقابل وصل كعب الأبنية بشبكة الألياف الضوئية، ناشدتهم عدم دفع أي مبالغ لأي شخص قبل التأكد من هويته والاطلاع على بطاقته، لأن جميع العاملين بالهيئة بهيئة أوجيرو بيحملوا بطاقات تعريف عنهم صادرة عن الإدارة، وعند الشك لأي سبب الاتصال بالهيئة على الرقم 1515 للتثبت من واقع الحال. وأنا بدي أقول عم بتشوفوا على طرقات عم بيمدوا هيك مثل بيبقى مثل الدولاب هيك بينزل منه كابل كتير عريض وعم ينمد على الأوتوستراد على مطار كتير. هيدا هو الفايبر أوبتيك يلي اليوم صار ممدود بعدة مناطق لبنانية، هلأ حاليا بجل الديب وبالزلقة، خلصت جوني، خلصت المختارة، خلصت دير القمر، مرج عيون، يعني والحبل على الجرار. لما بقول فايبر أوبتيك يعني الداتا يعني الانترنت، يلي هاي شغلة كتير مهمة بتصير تسهل أكتر للمواطنين. إذا انتبهوا ما تدفعوا أي مبالغ لأي شخص قبل التأكد من هويته والاطلاع على بطاقته. متابعات بمتابعتنا رح نطلع على بقع كفرة ضيعة القديس شربل ونقول لهم مبروك لحي المغارة، بلش التسفيت. وأنا بشكر كتير رئيس الاتحاد ورئيس البلدية الأستاذ شربل مخلوف يلي اليوم بعت لي هالصور، ويلي مخلوف عفوا إلي مخلوف، أنا قلت شربل، شربل مخلوف واسم القديس، رئيس بلدية ورئيس اتحاد بلديات بشري لي مخلوف، شكرا لك. اليوم وعدت عبر الام تي في عده مرات انه بس تخلصوا كامل البنى التحتيه وبعد الاستملاكات رح تبلشوا بالتسفيت، وبفتكر اليوم يلي قصد المنطقه واللي قاعد بالمنطقه عم بشوف التسفيت ماشي كثير منيح كثير حلو، ومهم انه ما يصير في سرعه، لقد ما الطريق بتصير حلو بنصير نخاف من السرعه. فمبروك لبقع كفره، لاهليه ولكل زوار بقع كفره يلي هن بالبدايه تواصلوا معنا وتفاجئوا كيف بعدها كانت الطريق هيك. شكرا. كمان بمتابعتنا بتقول كهرباء لبنان اعلنت عن عزل مخرجي اناريت عتنيت من محطه معمل الزهراني، بلشت امبارح بالتأنين ومستمر لغايه 30 ايلول من الساعه 8 صباحا للساعه 5 بعد الظهر من اجل تاهيل هالخطوط، وبالتالي رح ينقطع هالخطوط هي من التغذيه بالتيار طوال فتره العزل عن القرى والبلدات. قناريت، منطقة الرجيل، بستين، الغازية، عنقون، عرنابة، المطربة، طنبوريت، نهر زيتا، عقتنيت، جنجلية، لقناية رام، عمارية الصليب، جامع الشحوري، سفير، وحي الزاهرية في الزهراني. اتصالاتكم على 04444444 بياخد أول اتصال. ألو ألو، تفضلي. بونجور مدام ربيكا. بونجور. معك مواطنة، لكن بدي اسألك مدام عن الأجارات. ايه. أنا عايشة بالديكواني. نعم. إذا بدي أقدم ورائي وين؟ بالسراي يعني بكل السرايات بالمحافظات، أنت محافظة جبل لبنان بعبدة. إنه بأي بعبدة بيطلع على بعبدة؟ بس بعد ما بلشوا هلا، بعد ما بلشوا. بس إنه أنا بالجديدة ما فيي؟ ما بعرف إذا بمحكمة الجديدة رح يكون في بعد الظهر، لأنه هن بعد الظهر، أنا مش محددين لي بال بال
بالقرار الصادر عن وزير العدل مش محددين لجبيلي، حددين لفقط المحافظات، وقايلين بمراكز السرايات اذا في سرايا بالسرايا. عرفتي في اربع او خمس لجان لجبل لبنان، بعدين بس يبلشوا بنعرف اذا بجديده وبعبده او بعبده فقط، بسرايا بعبده. لكي مدام سؤال صغير بعد، حضرتك قلتي لنا المره الماضيه نعمل جداول باسامي الموجودين بالبيت يلي بيشتغلوا. لا بس انا وجوزي متقاعد، انه بدي اعمله ولا هن بيعرفوا كيف؟ لا اذا متقاعد بده يجيب انه هو، يعني شيء بدل انه هو متقاعد، لانه عنده هو تعويض، ما هيك بياخده كل شهر او شيء هيك كم تعويض معاش كل اخر معاش شهر. اي بده شيء يعني اثبات قديش معاشه التقاعد. انا جبت ورقه بقيمه الراتب. ايه كثير منيح. هلا لا يبلشوا مبدئيا، لازم يعلنوا البدء. لهلا ما بلشوا، بس صارت اللجان حاضره، أكيد بنعلمكم يعني رح نزيعها بس يبلشوا يستقبلوا. أهلا فيكي، كمان اتصال. ألو تفضل. بونجور. بونجور. أنا مؤهل أول متقاعد بقوة الأمن الداخلي. أهلا فيك. وصار لي 6 أشهر طالع من بعد لهلأ ما قبض تعويدي. مش لوحدك يا معاون، مش لوحدك. إيه ما عارف إنه مش لوحدي، بس إنه لأمتى بنضلنا نتحمل؟ ما فينا نتحمل. معك حق. علينا دفعات، علينا كل شيء إلا بس نطلع بيطلع تعويضنا منسدد هالديونات اللي عنا. صراحة ماني عارفة لأي متى، ما بعرف أي متى، بدنا نسأل يعني، بدي أسأل بالمالية. ما بعرف إذا أنتم بالمالية ولا بالمديرية، بدي استوضح لشوف، لأن أكيد إذا المديرية مجهزة الملفات وكل شيء بتكون حولتها للصرف بالمالية، المالية لهلأ ما صرفت بتكون. كمان اتصال. مرحبا مدام ربيعكا. مرحبا. بدي أسألك من شان الدفاتر العربية، دفاتر السوق. دفتر عندي دفتر قديم، جربت أحكي الناس عدة مرات، ما عم بقدر لا بالحلال ولا بالحرام احكيهم. كيفك تحكي؟ هل مجبورين نغير الدفتر؟ اكيد الزامي. الزامي اكيد الزامي. لقلي هلا اجمالا لما بصير واحد على 50 سنة بده يغيره تلقائيا، بس قبل الـ50 اليوم صار الدفاتر كلها بيومتريه، يعني مضطرين انكم تغيروا الدفتر لانه صار بيومتري على كل المعلومات ومحدث وكل شيء. مش دفتر السواقه، دفتر العربيه. دفاتر السيارة ما بعرف إذا دفاتر السيارة، بس بعرف دفتر السواقة. بدي أسألك دفتر السواقة. أوكي عم بحكي عن دفتر العربية. بدي أسأل لشني قالوا لك إنه بدك تغيريه ولا لا؟ ما عم بقدر أتصل فيهم. لا ما بدك تتصلي، بدك تروحي. نحن بنسألك قديش إلها سيارتك، قديش إله الدفتر معك؟ من وقت ما اشتريت العربية، من 10 سنين. يلا هلا بالبريك بسألك وبقي معنا برجع بجاوبك. إذا دفتر السيارة لازم كمان يتغير. أوكي فاصل ومنتاب. منتاب الحلقة عبد الام تي في للست يلي اتصلت فينا عم تسأل إذا إلزامي تغيير دفتر السواقة أو دفتر السيارة. منو إلزامي الاثنين، بس لما بدك تعملي ميكانيك بعتقد بدك تلقائيا بيصير بيومتري، لازم تغيري دفتر السواقة. أما دفتر السيارة إذا بعده صالح ما بده تغيير. كمان للست يلي اتصلت فينا وقالت إنه شارية شقة ببناية بأدونيس، ولما إجت بدها تسجلها تفاجأ إنه في إشارة على البناية، لأنه في 2 من سكان المبنى مالكين يعني شقق مغتربين ولهم أكثر من 20 سنة منهم دافعين كهرباء، فحاطة كهرباء لبنان إشارة على المبنى. نحن اليوم تواصلنا مع كهرباء لبنان وحكيوا دائرة التحصيل، فطلبوا منا يعطونا، يعني هالست يلي اتصلت فينا تعطينا رقم العقار حتى نعرف شو وضع البناية، إذا محطوط إشارة على كل البناء أو على فقط هالشقتين هيدي. بقى إن شاء الله تكون على السمع وبدنا رقم العقار. من هيك دايما بقول لما بدكم تعطونا معلومات أي يا ريت تكون كثير، يعني شو عندكم معلومات تعطونا إياها حتى ما نرجع نضطر انه نراجع فيها مرتين، هيك مره واحده بنعطيكم جواب مره واحده. باخذ اتصال. الو. الو بونجور. بونجور اهلا. بدي اعزبك، بدي اسالك، حضرتك عم بتقولي عن المستاجرين انه فيهم يستفيدوا او شيء. مش انا اللي عم بقول مدام، القانون بيقول، لانه في صار صندوق القانون، بس انه
بقى المستأجر مش لازم يقدم في ورقة انه هو دافع كل شيء للمؤجر لصاحب الملك؟ مدام لما بيكون المستأجر متفق مع المالك ما في مشكلة، يعني لما بيقدم اذا بده يستفيد من الصندوق بده يتقدم لهاللجنة واللجنة. لانه نحن عندنا مستأجر بمنطقة الربوة، نعم، له 3 سنين خالص الكونترا وما عم بيدفع ولا شيء ولا كهرباء ولا شيء ابدا، وقاعد بالبيت ومتسكين وفي محاكم، وبس اجت تنطق بالحكم القاضي تنحت عن القضيه، عرفتي؟ وحاطط اغراضه بالشقه وبكل عين واقعه وبيروحوا وبيجوا وعم بيقولوا لنا في عليه بحث وتحري. هيدا موضوع اخر، بس المستاجرين القدامى، يعني المستاجرين ما طلع القانون، في مستاجرين ما عندهم بقى معيل، في مستاجرين ما عم يشتغلوا، فاليوم الدوله عملت صندوق حتى تساعد هالمستاجرين انه يقدروا يستفيدوا من هالصندوق. في مستاجرين متفقين مع المالكين، واللي مش متفق او يلي عامل تخمين القاضي يلي بيحكون هل جيل يلي انعملت مشكلتك، انت مشكلتك بالقضاء هيدا موضوع تاني، يعني اذا في بحث وتحري وهيك صار مشكله قضائيه. ما قلنا 3 سنين روحوا تعوا روحوا، ما تحكم القاضي هيدا صار شيء تاني، يعني ما بعرف شو اسباب القاضي بهذا الموضوع. اهلا وسهلا فيكي، كمان اتصال. الو الو الو، نقطع الخط. كمان اتصال. الو الو الو، اهلا، مرحبا مرحبا. انا على الهواء. ايه نعم، على الهواء، تفضل. اول شيء بدي الله يعطيك العافيه، يعني على طول احنا البرنامج بنتابعه بس مش عم نقدر نوصل الاتصالات، بس يعني هلا يوم يمكن هذا الحظ انه علقت معنا. اهلا وسهلا. في موضوع المطار، موضوع المطار يعني بعد ما حدا عم يحكي على موضوع التكتي وموضوع التعريف وموضوع المطار قد بياخذوا من العالم، يعني مطار بيروت على الكرة الأرضية كلها على بابين مطار بيروت، بس ما عم بيعرف حدا شو عم بيصير تحت. يعني ما فيك تاخذي كل واحد بيسعر على ذوقه، بقولوا في عداد وعاد بيقول لك لا فيش عداد. يعني عم تحكيني عن تاكسي المطار؟ ايه عن تاكسي. تاكسي المطار، هو في عداد ما في عداد؟ ايه بس ما حدا ماشي على هالموضوع، يعني مش ماشيين على العداد؟ يعني ما في تشليح لك اياه بالهيك، انه صارت معك؟ ايه صارت معي ومع كذا واحد صارت. يعني لما بتطلع بالسياره قد ايه بيكون حاطط العداد؟ على قد ايه بكون مسفر ولا حاطط كم كيلومتر قبل؟ هيك انتبهت ولا ما انتبهت؟ انتبهت، بس العدادات كلهم ملعوب فيهم، يعني كلهم متظبطين معهم. يعني انا هلا بقول لاي مسؤول بمطار بيروت يطلع بخمسه تاكسي مطار بيروت ورا بعض، يطلع كل واحد عسكري بسيارة يروح على حمراء، كل واحد بيطلع عدله شكل. يعني هذه لازم وزارة الداخلية وزارة السياحة وزارة الأشغال هالموضوع، حرام. يعني مطار بيروت انتم بتقولوا بكون السياحة وبكون لبنان ومش عارف شو، وعم يتوسع وعم يتخذ هلا تسهيلات حتى نسهل انسياب المسافرين بدون عجقه وبسهوله، وانت بتعرف يعني قلنا فتره بلا توسيع المطار، والجمعه الماضيه صار في اجراءات بموضوع الاقشاطات وغيره، يعني عم ينعمل شيء. بس بموضوع التاكسي هي اول مره حدا بيقول لي انه ممكن يكون في تلاعب بالعدادات، يعني هي اول مره حدا بيشكي. نحن رح نتابعها. انا بدي احط هالشيء زيكي طبعا، انه انا عندي ثقه بهالبرنامج. شكرا. بس يعني ينحكى مع وزاره السياحه ووزاره الاشغال ووزاره الداخليه على العدادات، يشوفوا لهم حل، يشوفوا لهم حل. حرام يعني، والله حرام للبنان، مش لمصلحه اي مصلحه انسان، مصلحه صحيح. لبنان صحيح. لان حدا قال لي انه اخذوا تاكسي المطار من المطار على جلال الدين $50، تفاجئوا كيف دفعوا $50. ناس عم ياخذوا 100,000 على بنيسيا بيعزين النهار، لازم يطلع 30,000 بيطلع بيدفعوا 100,000 للراكب وشليه. يعني لما التاكسي فيش عليه نظام وفيش عليه قانون،
بقول انا بدي اخذ ما هو تاكسي المطار، تاكسي المطار مستقل يعني، عرفت؟ من هيك منعوا التاكسيات التانيين، يعني اي تاكسي بده يروح جيب راكب بده يوقف بالباركينج، والراكب بيطلع على الباركينج وبيدفع التاكسي الباركينج فوق بيزيد على الراكب وبياخده، ممنوع يوقف قدام المطار، يعني محصوره فقط بتاكسي المطار، عرفت؟ بس اذا عندك عليكي، انا بتمنى عليكي، نحن رح نتابعها اكيد، رح نتابعها. اعملي معروف. اهلا وسهلا فيك، تكرم عينك. يعني وجهة البلد هي المطار، يعني أقله ريحة كوستا برافا اللي صادرة من هنيك. هلأ عم بيحكونا عن الإعدادات التاكسي، يعني في أمور هيدي بتسيء للسياحة. واليوم وزير السياحة عمل مؤتمر صحافي ليحكي فيه خصوصا عن المركز اللي يعني اللي عمله بالمطار مشان السياح، وعطى قدي دخل ناس وقدي، يا ريت كنا كمان منخبره عن هذا الموضوع. كمان في اتصال. ألو ألو ألو، عم بسمع حدا على دينتي بس ملتهي. ألو، أهلا، سمعتيني؟ إيه هلأ سمعتك. الله يرضى عليك، بدي أتشكر الوزيرة مايش الضياء. نعم. ألو ألو، عم بسمعك تفضل. بدي أتشكر الوزيرة مايش الضياء. نعم. على أعمالها الخيرية، ساعدتني بسعر بسعر مكانات السمع، ساعدتني. سمعتيني؟ ايه عم بسمع. ايه انا بدي اتشكرها على التلفزيون للوزيرة مي شدياء. سلامتك. اهلا وسهلا فيك، رح نوصلها لمعالي الوزيرة. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو. اهلا. الو. اهلا تفضل. بونجور سيت ربيكا. نعم. انا متقاعد من التربية. نعم. نحن السلسلة عطونا من سنتين أول دفعة عم نول، عطونا 7.8، كنا نحن الشهر هذا كنا لازم نقبض 35%. اتفاجأنا أنه كل العالم بغير التربية قبضوها لتالت دفعة، إلا نحن بالتربية خصموا علينا 1% وما عطونا شيء. هل يا ترى رح يعيدوا النظر، رح يعطونا إياها الشهر هذا أو لا؟ نتمنى منك انه ناخذ شي جواب، اعملي معروف. ولا النقابات تبعكم صوتها صارخ بهذا الموضوع. نحن نعم. رح النقابات نعم صوتها صارخ بهذا الموضوع، نحن رح نشوف وشو جواب بعطيكم اياه. كمان اتصال. تفضلي. تفضل مسيو. الو بونجور. بونجور. انا حولتيني هلا على الهواء. ايه انت على الهواء. انت على الهواء هلا. اوكي. الو ريبيكا معك، عم بسمعك تفضل. ايه ريبيكا، بدي اسالك. انا زلمه مريض مجوز وعندي بنت، كنت مستاجر سياره وعم بشتغل عليها. نعم. اخذوا مني السياره وانا بذات الوقت مستاجر بيت بعشقوط. نعم. فبقى البيت بعشقوط انا ما بقى قدرت دفعت اجاره، هذا ثاني شهر بنكسر عليه. نعم. وفي كهرباء وفي مي، انا مكسور عليهم كمان، ما قدرت ادفع شيء. الاغراض وكله كلهم بعدهم بقلب البيت فوق، واخذوا مني السياره وانا معي الشفاطيه سيريازة الاكزيما اقوى وحده. نعم. وعندي بنت لا بعد مسجلها بالمدرسه وعمرها 3 سنين يعني صاروا. طيب. لا مسجلها بالمدرسه واغراضي بقلب البيت بعشقوط فوق، والزلمه عم بيقول لي اذا مقطع مصاري رح اتشكى عليك. انت مين اخذ السياره؟ بعتها لمين؟ نعم. هن السياره ما بعتها، اخذوا لك اياها. يا ريت السياره لالي، انا كنت مستاجرها للسياره. مستاجرها بدفع يوميتها كنت 45,000 بالعربيه. ما كنت تطلعها؟ اخذها الزلمه. اخذها الزلمه. انا كنت يعني ما كنت اقدر اطلع لا اجار البيت ومعي وصولات تبع المي والكهرباء، ما كنت اقدر اطلعهم يعني. وما حدا يعني جسمي كله منتشر بايدي وبوجهي وبراسي كلها، يعني منتشره الصفاديه كلها فيي، لحتى انا دواء ما يعني دواء لالي ما عم بقدر اجيبه. ما حدا عم يهتم فيك؟ ما في مستوصف حدك؟ ما في شيء؟ ما حدا صراحه بحكيك اهتموا فيي مره واحده هن بشو اسمه بصوت الغد وقت عيد الميلاد، هي كانت هيدي هي صراحه يعني، والله ما كنت بتطلع هون انا، هيهم اغراضي بعدهم بقلب البيت. هلا وين قاعد انت وعائلتك؟ وين قاعد هلا؟ يوم بقعد عند بيت عمي، اهلها لمرتي، يوم بقعد عند اهلي، يوم بروح عند شفطه احدي.
يعني خديني يعني يعني وصلت يعني قديش مكسوره عليك وصلت للانتحار يعني وصلت لحظه بعد خديني بعد بنتي ما فوتها على المدرسه يعني وما حدا عم يشغلني بهالوضع اللي انا فيه يعني كنت مش لاقي سياره لحتى اتفرزي عليها اخذوا مني السياره مع انه كنت عم بدفع يوميتها يعني قديش اجار البيت يعني اجار البيت اجار البيت 565 الف بالشهر اخذوا مفروش لانه ما عندي عفش انا ايه لانه اخذوا مفروش ما عندي عفش يعني ما عندي شيء يعني بس ثيابي وراقي وكله كله كله قد ايه صار مكسور عليك؟ صرت مكسور عليه شهرين للبيت يعني عندك حوالي المليون والكهرباء يعني قد ايش تقريبا قيمتهم شي 3 ملايين او مليونين وشوي؟ شي مليونين وشوي لا مش 3 ملايين مليونين وشوي مع كهرباء ومي ويعني صدقيني لحتى اخر فتره قعدت بلا كهرباء بلا موتير لانه ما قدرت دفعت يعني ما 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 ولا شيء يعني اذا بتطلع عنده على البيت وبتشوفه بنفسهم انا ما عندي مشكله يعني هون بدي احكي مع صاحب البيت لارجع اقدر اقطع لفوق مع المفتاح ومع كل شيء بس شهرين مكسور على البيت ومي وكهرباء وهو بهدد فيه وعندي طفله انا ما بحب اعمل مشاكل مع حدا يعني صدقيني يعني اذا انتم بتشوفوا وضعي شو هو انا كثير شوي ليك اترك لي رقم تليفونك واكيد يعني حالتك اكيد انت ما فيك تعيش الا بكرامتك بعرف وبالنتيجه اذا بده حدا يساعدك بده يامن لك شغل تقدر تكمل يعني اذا حدا دفع عنك الاجار شهرين وسدد لك ديوناتك بس انت ما فيك تستمر اذا ما اشتغلت ما فينا نلاقي دائما ناس انها تدفع عنا كل المصاريف عم تفهم علي يعني انا بتمنى هلا من مشاهدين اذا حدا قادر يمد يد المساعده لك على القليلة تسكير للديونات ورجع تقلع من جديد بس نحن بنشوفك بدك تشتغل لازم تشتغل تكلنا رقم تليفونك وأنا بتمنى إذا في حدا حابب يساعد هالإنسان يتصل فينا ونحن منزوده بالتليفون أهلا وسهلا فيك ما تيأس يعني بالنتيجة إلا ما يضم يلتقى حدا بلكي بتروح على كاريتاس أو على مستوصف أو على شيء هيك ما في جمعية خيرية بالمنطقة أنا رح شوفه بحكيك أهلا وسهلا فيك بعتقد صار عنا كتير ناس صاروا بحاجة بفتكر لمسة كتير قوية باخد اتصال ألو ألو يعطيك العافية مدام ريبيكا أهلا فيك عم تسمعيني أكيد مدام ريبيكا أنا في ملف طارئ مهم كتير 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 وبتعرف كل بلد عم يحكي فيه وبتعرفي مهم ملف الناجحين بالخدمة المدنية العشر مراسيم الوافي بتعرفي الموضوع عم نحكي فيه أكيد هذا في 600 أكثر من 600 شاب ناجح وشاب ناجحين بكل الوظائف مزبوط من المحاسبين بإدارة العامة من جميع الوظائف بنحافظ حقهم بمجلس النواب وكل الكتل النيابية واقفة معنا هلا يوم الثلاثة في ناس عم يحاولوا يلغونا بدي أقول هون الناس اللي عم يحاولوا يلغونا عيب عليهم يعني هيك يعني هذا ناس شباب منهم جاي من برا شباب جاي من الزبالة أو كذا عيب هذه الصرخة بدي أوجهها لكل الكتل النيابية لكل الكتل بدي أوجه صرخة من ناشد دولة رئيس صبيح بري وكل الكتل النيابية وكلهم كل الوزراء وكل المعنيين بهالأمر هذا الموضوع عيب عليهم شباب رح يموتوا بستقبلهم رح يروح عيب يضل هيك هالملف واقف هالناس شباب نشحوا كفاءتهم والتوظيفات العشوائية عم تصير هون وهون كلها عم يطلعوا فيهم وهون ما عم يطلعوا فيهم هذا عيب عيب بحق هالشباب اللي تعب وسهر على هيك امتحانات فيها ما فيها ولا شيء فيها رابعة بتقرب عليها هذا مش عيب بحق الشباب الناجحة أنا بس بدي أخلي هالرسالة توصل لكل هالسياسيين لكل أنا بتشكر كل شيء عم واقف معنا بس بدي هالشرخة توصل لكل دولة رئيس سعد الحريري دولة لك شغلة رئيس فقط رئيس الجمهورية إنه عيب هالشباب يدمروا مستقبلهم لك شغلة معك حق لأنه بجلسة الثالثة اللي دعا عليها الرئيس بري جلسة مشتركة نزل المادة 80 يمكن هي المادة 80 يلي في محاولة إلغاء يعني معناتها إلغاء النجاح يكون إلغاء أنا تفاجأت لما قريت الخبر اليوم صراحة هذا بيرجع للمجلس النيابي الكريم ولرئيس المجلس أنه يبت بهذا الموضوع ويحميكم لأنه أنتوا رحتوا على المكان المناسب بس ما استلمتوا وكنتوا ناجحين يعني بطلبهم مش بطلبكم أنتوا صورة اليوم نشوفها سوا هالصورة هي صورة رئيس وزراء نرويج عم ينتظر دوله أمام الصراف الآلي حريق باتريتبو
أنا لما شفت الصورة قلت النهار اللي بشوفها بلبنان بقول لبنان مش بألف خير، لبنان دولة. هذا كل تعليقي أنا اليوم على هذا الموضوع. طبعا أنا بدي أتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة، وعلى أمل أنه نلتقى نهار الاثنين. دايما مع الحل عنا MTV، إلى اللقاء.